بسم الله الرحمن الرحيم. طيب النهارده ان شاء الله اول محاضره بقى عندنا هنتكلم فيها على انتروداكشن تو نتوركينج. اللي احنا يعني شاطر بقى من الاول الناس الجديده او الناس اللي فاهمه من الاول بقى خالص، تمام؟ ده الحاجه اللي هنتكلم فيها النهارده. هنتكلم عن ايه نتورك الاول، وبعد كده هنتكلم عن حاجه اسمها نتورك ميديا، يعني ازاي جهاز بيكلم جهاز، ايه الميديا اللي ما بينه وما بينه، زي اللي احنا بنقول مثلا الكابل او الحاجات دي اسمها ميديا. نتكلم عليها شويه، هنتكلم على النتورك الفويس ايه هو الراوتر السويتشن هوب والحاجات دي كلها، خلاص؟ طبعا كل حاجه من دي بقى لها تفاصيل، في حاجات كتير هنتكلم فيها. هنتكلم عن حاجه اسمها نتورك توبولوجي، موضوع كده قديم كل حد بيتكلم فيه بس هنذكره عشان ممكن تشوفه يعني في الكتاب، تشوف حاجه كده. هنتكلم على او اس ار لاير، ده موضوع مهم جدا هتشوفه على طول يعني. في الاخر هنتكلم ايه الفرق بين السيرفر وبين الايه؟ الورك ستيشن هو الجهاز العادي، عشان بعد كده شغلنا كله هيبقى سيرفرات. تمام؟ طيب المقدمه اللي احنا هنتكلم فيها دلوقتي دي، انت عندك قلت لكم قبل كده ان المفروض عشان تبدا ام سي اس اي او سي سي ان اي لازم يكون معاك ايه؟ شهاده اسمها نتورك بلس او ان بلس. خلاص؟ ده ان بلس انا بقول ما تضيعش وقتك وتاخدها في ثلاث اربع شهور، ملهاش لازمه. بينما انت كل اللي انت محتاجه عشان تبدا الكورس شويه لما احنا ممكن نقرا في المحاضره والناس تذاكرهم شويه، خلاص الدنيا واضحه، ممكن تسمعهم في فيديو عشان تيجي تقف قدامي يعني. فاهمين؟ خلاص انت فهمت شويه الحاجات دي للنتوركينج عشان تبقى فاهمني بعد كده. وده تبقى واضحه معاك شويه. ده بالنسبه للقديم او ايه؟ الناس الجديد. خلاص كده؟ متفقين؟ هو ال ان بلس بتتكلم عن ايه؟ ال ان بلس حوالي تلتها بتتكلم في الحاجات دي. والتلتين التانيين بيتكلموا في الحاجات اللي احنا كده كده هناخدها في الكورس، بس بيتكلموا فيها نظري. اغلبها نظري عشان بس ابقى واضح. خلاص؟ انما احنا الحاجات اللي هناخدها دي بعد كده هتبقى كلها عمل، هتشرح لك النظري بتاعها احسن من هتشرح لك الان بلس زائد العمل. فاهمني؟ الان بلس كان فيه فيرجن قديم وفيرجن جديد. المهم الخلاصه انت عايز تفهم شرحيات يعني ايه؟ شرح الحاجات دي. لما تيجي اي حد في سنتر يقول لك انا هعمل لك نتورك دبلومه، يقعد يالف كده من دماغه ماده علميه ويقول لك انا هديها لك ويقلل عنها والناس تختار، يحط لك اساسي فيها الحاجات دي. فهمت الحاجات دي يعني زائد شويه حاجات كمان هتاخدها داخل الكورس اللي هو الاي بي ادرسنج، حاجه اسمها سبميتنج كمان. يضيف لك التوبك دي كمان كامله كده خلاص، وزائد بقى يديك حته ويندوز سيرفر، يديك حته مش عارف ايه دي حته دي ناس كده، فدي اسمها نتورك دبلومه. انما اصلا ثلاث ارباعهم شفت الحاجات دي. فانت فاهم الحاجات دي، انت طبعا كده فاهم نتورك بلس. الباقي في النتورك بلس لما تخلص الكورس ده هتلاقي انت نفسك ممكن تروح تشرح نتورك بلس. فاهمني؟ فانت عشان كده بقول لك ايه، ما تضيعش وقتك عشان مش وقت الحاجات دي. خلاص انت لازم اكس فيهم وفاهمهم وخلاص. تمام؟ عايزين نفهم يعني ايه شبكه وليه عمل شبكه. انا هديك مثال. نفترض ان احنا عندنا شركه كده، خلاص، مكونه مثلا من ايه؟ واحد اثنين ثلاثه اربع طلاب، تمام؟ في موظف قاعد تحت هنا وفي بوينتر جنبيه، عظيم، وفي موظف قاعد فوق خالص. لما الموظف اللي فوق دوت يحب يطبع ملف اكسل او ملف وورد معاه بيعمل ايه؟ زمان بقى ما كانش فيه شبكات ولا كان فيها حاجه خالص، كان بيتكلم بشكل بيئي، فكان بيعمل ايه؟ يجيب حاجه تبقى زي ما بقول حاجه ينقلها او شيء، يجيب في لوج. زمان كان في لوج صح؟ كان في لوج كان حجمه صغيره جدا، وكان في لوج تنقل عليه وبيبوظ يعني ما كانش بيكمل اصلا. طب قلنا خلاص، طب حجم الفايل بتاعنا كبير فمش مش هيستحمل فلوس، خلاص احنا هنجيب سي دي مكلفه جدا بتحققها وبعد كده ايه؟ خلاص مع السلامه. صح؟ ويا سلام بقى لو انت نزلت وياه ونسيت حاجه وحابب تعدل مثلا في حاجه وهتجيبها تاني، السي دي خلاص مفيش، فكانت مكلفه عشان تطبع حاجه. فكنت الحل الارخص كان ايه؟ هو مش ارخص، هو كان مكلف. انت تفكر هو الريسك بتاع الجهاز وتنزل، يعني انت تعطل جهازك الاول، تقعد مثلا دقيقتين ثلاثة بفك الهارد ديسك خلاص، وتنزل تفصل الراجل اللي تحت وتعطله عن شغله مثلا ربع ساعة عشان تركب ده جنب ده، وممكن يشتغل ممكن ما يشتغلش، تعمل مواصلات وتقوم تاني، وفي الآخر تقوم الجهاز.